أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا سر الطبخة. زي ما أنتم شايفين إحنا بعدنا بأسواق عم ننقي كل احتياجات طبخاتنا. وصفتنا الأولى رح تكون كرات اللحم بس على طريقة شوربة كتير طيبة. طبقنا الثاني رح يكون عبارة عن سلطة لسان العصفور أو سلطة الأورزو. بالنسبة للطبق الرئيسي رح يكون فتتشيني بالفرن مع الدجاج والفطر. كل اللي طلبوا مني مقادير الكيك الإسفنجية رح نطلع لكم كل أسرارها في هاي الحلقة. أما آخر طبق رح يكون معنا رولات الدجاج بصوص السيزر. خلينا نشوف مقادير شوربة كرات اللحم ونتلاقى بالاستوديو كالعادة لنبلش التحضير. هلأ بدنا نسوي شوربة كرات اللحم بس على الطريقة الإيطالية. أول إشي بدنا نسويه نضيف كالعادة زيت حتى نقلي البصل. هلأ رح نعمل الشوربة وبعدين أفرجيكم كيف نعمل الكرات. هاي أول إشي الزيت نحط عليها البصلة وبرضه بدخلها كمان كراكس أو اللي هو السالري رح نحطه مع البصلة لأنه برضه بياخد وقت ليتقلى. هاي من الشوربات اللي ما بيكونوا القطع فيها كتير صغار، بيكونوا واضحين وكبار شوي، فيعني أحجام الأشياء رح تدخل على الشوربة مش كتير مطحونة. في عنا جزر، يا أما بتقطعوه لشرحات أو حلقات كتير رفيعة، يا أما بتقطعوه لنصين، كل يعني دائرة لنصين، أنا بحبها كبيرة فرح أخليهم هيك. بنحركهم مع بعض. هلأ ممكن نحط لها باقي الأغراض اللي بدها تنزل على الشوربة. في عنا كرات اللحم اللي رح نفرجيكم طريقتها هلأ كيف عملناها، وأي نوع باستا مسلوقة بس بفضل هذا النوع الصدف. وطبعا هاي كبيرة الكمية، ما بدنا نحط كمية كبيرة لأنها بتشرب مي. في حال نزلتوها نية رح تشرب كمية سائل أقل، أنا هون سلقتها نص سلقة. هلأ رح أحط كرات اللحم برضو شوي مع الخضار. ورح أحط كمية السائل اللي عندي، في عندي هون مرق دجاج. بدنا هلأ نحط شوية بهارات، رشة بسيطة، ممكن يعني قرفة هال بس عشان في لحمة، ما نكتر كتير حتى ما نغير النكهة. وبرضو أي نوع أعشاب مجففة أنتوا بتحبوا تضيفوها. هون رح أحط شوية تايم، زعتر، ريحان، أي شيء عندكم. وهلأ بدي أنزل الباستا عليهم وأحط ملح وفلفل. خلينا ننزل ربع الكمية، كتيرة هاي، هيك كفاية. هيك ممتاز. ونملح ونبهر الشوربة. ملح، فلفل أسود. برضه في عنا بالمقادير شوية شطة مجروشة للي بيحب الحر، اللي ما بيحب الحر بيقدر يستغني عن خطوة الشطة. رح أحطها في هاي المرحلة شوية شطة مجروشة. وهون في عندي سبانخ مفروم برضه رح أنزله مع الوصفة حتى ينطبخ ويدوب. بتقدروا تحطوا يعني خضار تانية بس سبانخ مع هاي الوصفة بالذات، هاي بسموها إيطاليان ويدينغ سوب، يعني هيك اسمها الشوربة وكتير طيبة جد، لما تجربوها إن شاء الله رح تحبوها. ففيها كمية جيدة من السبانخ. خليني أكترهم شوي أكتر. هلأ بدي أغطي عليها وأخليها تنطبخ على نار هادية وأفرجيكم كيف نعمل كرات اللحم. هلأ خلطة كرات اللحمة شوي تختلف عن المتعودين عليهم، في معاها شوية مكونات على الطريقة الإيطالية بس صراحة كتير طيبة. فهلأ أول شي بدنا نعمله بدنا نحط هون لحمة مفرومة، يفضل طبعا عجل. هلأ بدي أحط عليها بيضة بس هاي البيضة حتكون كتيرة لكمية اللحمة اللي عندي فما رح أنزلها كلها. يلا مش مشكلة، حطينا البيضة، نخلطها بإيدنا شوي ونخلطها باللحمة.
في عنا مكون تاني اللي هو التوست، خبز التوست. دائما خبز التوست إذا نقعناه بشوية حليب سائل بيطري كتير الكرات، وهيك بيستخدموه هم بطريقة الكرات الإيطالية. فرح نحط تقريبا مقدار من الحليب السائل على خبز التوست حتى شوي يتشربه، وبعدين رح نضيفه برضه. هلأ بما أنه كمية البيض كتيرة ما رح أستعملها كلها، هلأ هون عندي التوست صار تمام، بدي أخذ كمية منه برضو أحطها على اللحمة اللي عندي. خلينا نستعمل هاي البول بما أنها نظيفة بدال البيض، ونحط فيها الخليط هون. إذن رح ننقل خليط اللحمة مع الخبز ومع شوية البيض اللي عندنا، وهلأ بدي أضيف له شوية بهارات، ثوم، جبنة بارميزان، شوية بقدونس، ورشة ملح. نخلط كل هاي المقادير، بتطلع عنا الكرات كتير طرية. نفس هاي الطريقة بنتبعها لو بدنا نعمل كمان كرات لحم مثلا مع السباجيتي. لازم نحط خبز التوست المنقوع بالحليب حتى تطرى معانا، والبيضة أساسية. بس طبعا هون كميه البيضه كثيره لكميه اللحم، بس هو مثلا لو نص كيلو من اللحم بيكون كفايه له بيضه. هلا صارت اللحمه عندنا جاهزه، بنجيب صينيه للفرن، بنعملهم على شكل كرات، شوي تكون كبيره ما تكون كثير صغيره. وبندهنها بشوية زيت قبل ما ندخلهم على الفرن وبنشويهم، بياخدوا تقريبا 10 دقايق. ممكن تقلوهم بالزيت بس صراحة هيك أخف وأسكى. هلأ إذن صارت واضحة عندكم الفكرة، رح نحط آخر كرتين من اللحمة ونبلش هلأ نسكب بالشوربة اللي عندنا. نطمن على الشوربة ونشوف كيف وضعها. ممتازة زي ما شايفين، ألوانها كتير حلوة وشوربة جديدة، يعني مش غلط إنه الواحد دايما يدخل شوربات جديدة. بدنا نسكب الشوربة، نجيب صحن التقديم. إذا حسيتوا إنه كمية السائل فيها قليل بتقدروا تزيدوا شوي، بس هي هيك بتتاكل، يعني بيكون إنه القطع فيها كبيرة، يعني هي طبخة أكثر من إنها شوربة قريبة لليخاني. يعني طبعا والسبانخ لما يدخل بالشوربات بيكون مغذي، فكرة جديدة، الواحد هيك بياخد كل فوائده، وبرضو أكل زاكي مش بس فوائد. نحط شوية صوص، نقدر نرجع نزينها بشوية بقدونس شوية بارميزان بما أنه في بكرات اللحم. وهيك صارت شوربتنا تمام التمام. رشة من البارميزان على الوش، رشة بقدونس، لازم تجربوها. خليني أخذها. وهلأ بدنا نعمل سلطة لسان العصفور أو سلطة الأورزو، هي اسمها لسان العصفور، هي نوع المعكرونة لسان العصفور. هلأ بدنا نحط الخردل،
ديجون، يفضل يكون ديجون. وبدنا نحط خل بلسمك، عصير ليمون، زيت زيتون، ونحرك باستمرار. احنا عم ننزله طبعا. لسان العصفور نوع من انواع الباستا ولازم نسلقها، يعني بدها تنسلق قبل ما تنحط بالسلطه، يعني ما بتنحطوا هي ناشفه، بدنا نسلقها زي ما بنسلق اي معكرونه. بدنا نحط رشه ملح وفلفل كمان، ملح وفلفل اسود. وهلا بدنا ناخذ الباستا اللي هي لسان العصفور، ننزلها على الدريسنج اللي عملناه. وننزل عليها باقي المقادير. اللي هم عبارة عن فلفل ملون، بندورة مجففة، زيتون أسود، ريحان مفروم، بقدونس مفروم، إيش ما بتحبوا تحطوا خضار بيطلع زاكي معاه. هاي عنا الزيتون. وهلا بدنا نحط البندوره المجففه. فلفل ملون، ممكن يكون مثلا كمان الوان اذا بتحبوا تحطوا اصفر، يعني اللي بتلاقوه عندكم بيمشي حاله. هون عندي ريحان مفروم ناعم، ودائما الريحان لما بدنا نفرمه يعني راسا قبل ما نشتغل فيه لانه بسود. هلا البقدونس. خلينا نخلط كل المقادير. بنوصل للدريسنج اللي حطيناه تحت حتى كل شيء ينخلط مزبوط. طبعا اذا حبيتوا تعملوا نفس هاي الوصفه مع اي نوع باستا تاني بيمشي الحال اكيد. ضل نحط شويه بارميزان جوا والباقي على الوش، جبنه بارميزان. خلي البارميزان والريحان الورق للتزيين. خلينا بس نحضر عشان نبلش نسكب فيها. هلا بدي اجيب صحن التقديم للسلطه اللي عندنا. طبعا الوانها بتجنن لانه لسان العصفور طبعا باستا لونها ابيض، فاي شيء مكونات بنضيفهم بضيف هيك لون فريش يعني للسلطه. خلي البلسمك كتير بيلبق مع المسترد خصوصا اذا كان ديجون، فبطلع الطعمه كتير طيبه. هيك بتوقع كفايه. حرام ما ضل اشي، خلينا ننزلهم. نحط شوية بارميزان زيادة. وورقتين ريحان كاملين مش مقطعين. سلطة الأورزو أو سلطة لسان العصفور صارت جاهزة معانا، نحطها مع الشوربة.
وهلا بلشنا نعمل بالبشاميل، عملنا قبل هيك بحلقه اللازانيا، شفتوا كيف الطريقه. بدي اياه شوي يكون مش كتير سميك، ورح نبلش هلا باقي المقادير للفتوتشيني، بس رح نعملها مع الدجاج والفطر بالفرن. بدنا نحط شوية زيت، بما انه هون في زبدة بالبشاميل فما في داعي انه نحط كمان زبدة، رح احط زيت. وبدي انزل عليهم شوية من الثوم المفروم بس يحمى شوي. كمية من الثوم، يعني لانه ما فيها بصل ولا اشي، فبدنا نحط كمية منيحة من الثوم. وبعد ما يتقلى معي الثوم شوي بدي انزل عليه الفطر الطازج، طبعا بفضل يكون طازج اكيد مش معلب. وفي بعدين عندنا دجاج هون سالقينه، وبعد ما سلقناه خليناه، يعني نسلناه وخليناه بهاي الطريقه، وبدنا نكمل الوصفه فيه من هون. هلا بالنسبه للبشاميل، البشاميل عباره عن زبده، كل معلقه زبده بتاخذ معلقه طحين، وكل معلقه طحين ومعلقه زبده بتاخذ كوب سائل. فعادة يعني مثلا 4 معالق طحين مع 4 معالق زبدة بنحط لهم 4 أكواب من السائل. هون أنا حاطة 2 حليب، 2 كريمة، 2 من مرق الدجاج، فعملتها مخففة البشاميل مش كتير تقيلة، مخففتها بمرق الدجاج. طبعا في عليها جوزة الطيب وملح وفلفل، حاطة معها كمان مكعب مرق دجاج. هلأ التوم صار جاهز إنه يستقبل المشروم معه، ونبلش نقليهم مع بعض. نحط شوية ملح وفلفل عشان نساعد يدبل المشروم شوي، فلفل أسود. نحضر الجاج عشان ننزله عليهم بعد شوي. ما تخلوا المشروم كتير يدبل، يعني مثل هيك خلاص صار جاهز. نحط عليه الدجاج، بس بدي أزيد شوية من الزيت لأنه حاسة إنه بتتحمل. هلأ الدجاج المسلوق ومسحب، رح أحط عليهم معلقة صغيرة من الأعشاب المجففة. ونكتر الملح والفلفل شوي لأنه دخل الدجاج. شوية ملح. وبرضه بنقدر نحط معلقة صغيرة من البهارات حتى هيك بس ننكه الدجاج شوي، ما نكتر، دائما الإيطالي ما بدخله بهارات، بس هاي إضافة حتى نعطي شوية تيست. هلأ بننزل الدجاج على كمية البشاميل اللي عنا، نخلط كل شيء مع بعض بالطنجرة وبعدين نحطهم بصحن للفرن. نخلطهم منيح. هلأ هيك صارت الخلطة عنا جاهزة، بنقدر نضيف لها الباستا المسلوقة عنا الفيتوتشيني. لو حابين تعملوها مع أي نوع تاني طبعاً بصير، يعني ممكن مع فنة تعملوها مع أي نوع تاني بزبط، حتى لو سباجيتي ممكن. بنحاول هلأ بشوكتين أسهل للتقليب، نحاول نطلع كل الصوص على الباستا بدون ما نكسرها، ودائماً الباستا نحاول إنها تكون سواها 3/4 سوا أو نص سوا، لأنها بدها تكمل سواها طبعاً بالفرن. هيك تقريبا خلطت معنا مزبوط، كمل بس ناخذ لي بالزوايا كل قطع الدجاج تتوزع صح.
تمام. بفضل كتير هاي الطريقة من إننا نحط البشاميل من فوق، لأنه عادة بضله هيك زي طبقة بشاميل من فوق وما بيوصل لتحت، خصوصا إذا كان جامد. هلأ منجيب صحن للفرن، ما مندهنه بأي شيء طبعا لأنه في كتير زبدة أصلا بالبشاميل، ومنحاول ننزل شوي شوي. منوزعها مزبوط. إذا في قطع دجاج بمحل أكتر من محل منحاول كله يكون متساوي. وهلأ بدنا نحط الأجبان. مستعملين هون موتزاريلا وخالطها الصراحة مع مونتري جاك أو مع تشيدر بيضة مثلا ممكن تحطوا، بس مش التشيدر البرداني حتى ما نغير الطعم ونطلع عن الإيطالي كتير. فإذن البشاميل كنا مخففين الحليب مع كريمة ومع مرقة سلق الدجاج. هلأ الأجبان نحط كمان الموتزاريلا. مندخلها على فرن حرارته 180 درجة تقريبا لمدة 20 دقيقة. طبعا احنا مجهزين من اول وحدة رح اجيب لكم اياها. وهيك صارت المعكرونة بالبشاميل جاهزة، بس بدنا ننظف اطراف الصحن لانه دائما البشاميل بيعمل زي طبقة بتعلق او بتلزق على حفايف الجاطات، فنتأكد انها نظيفة قبل ما نقدمها. سخنة كتير ندير بالنا. نقدر نزينها بشوية بقدونس بس حتى نكسر اللون، رشة خفيفة جدا ما بدنا نغير الطعم. خلينا نقدمها مع السلطة والشوربة. هيك إذا معكرونة البشاميل صارت جاهزة للتقديم. هلأ هون إحنا خفقنا بياض البيض. لازم دائما بالكيكة الإسفنجية نفصل الصفار عن البياض. هون عنا صفار البيض وهون عنا بياض البيض، ونخفقه لمدة 4-5 دقايق أو حتى الصراحة أكتر مع نص كمية السكر اللي عنا. فهاي جاهزة حتى نكمل فيها لأنها بتاخد وقت وصوتها عالي، بيكون الخلاط يعني هو شغال. هون عنا باقي كمية البيض اللي هو الصفار. الصفار بدنا نحطه مع باقي كمية السكر اللي عنا، يعني هون عنا كمان سكر وبدنا نستعمل الخلاط اليدوي. نخفقهم مع بعض. إذا الست البياض اللي هون هي الصفار تبعهم لازم نخفقه ليصير شوي لونه فاتح، يبطل لونه كتير أصفر غامق.
هلا بدنا نضيف له كمان شويه فانيلا، حطينا شوي كمان مع البياض، شويه فانيلا وبرش ليمون، وفي عنا معلقتين مي دافيه برضه بتساعد تعطينا قوام حلو للكيك. هون عنا ضل المواد الناشفة اللي هي عبارة عن الطحين معها كمية بسيطة من البيكنج باودر، احنا ما بدنا اياها تنفخ من البيكنج باودر بس هي حتساعدها تنفخ، يعني الكيك الاسفنجية عادة ما بيدخلها بيكنج باودر، بس منضيف كمية بسيطة. وبرضه هون في عندي رشة ملح، ورح نخفقهم وننزل الطحين شوي شوي عليهم. هلا بدنا نعمل اهم خطوه في الكيكه هاي اللي هي خفق البياض مع الصفار. لازم تتم هاي العمليه شوي شوي حتى ما نخفس كل الهواء اللي دخلناه لبياض البيض. ناخذ البياض ونجيب سباتشولا اللي عندنا، بننزل شوي شوي من البياض. رح نعمل شيء اسمه فولدينج اللي هو نحاول ندخلهم مع بعض بدون ما نخفس الهواء اللي نفخناه بهاي الطريقة. هاي أهم خطوة. في كتير وصفات للكيك الإسفنجية بدون فصل، يعني منحط رأساً كل إشي مع بعض بدون ما نفصل الصفار عن البياض، بس صراحة النتيجة بتبقى أفضل لما بنعمل هاي الخطوة. نحط الباقي، نحاول شوي شوي وتدريجياً نخلطهم. فإذاً هاي العملية اللي عم نعملها هلأ اللي اسمها الفولدينج، اللي هي إنه زي اللي عم نتنيها على بعض للكيك. وعادي لو ضل في هيك شوية كتل فيها من البياض عادي ما تحاولوا تخفسوهم أو تدخلوهم بالخليط، هيك رح ننزل كل اللي عملناه، كل القوام اللي عملناه الحلو. هلا بنكمل. ما بيدخلها طبعا الكيك الاسفنجية اي نوع دهن، لا زبدة ولا زيت ولا اي شيء، بس هي بنعتمد فيها على البيض نفسه، يعني على البياض لحاله والصفار. هيك وضعها صار منيح. يا اما بدنا نحطها بقالب كبير وبعدين نقصها بعد الخبز، او منوزعها على قلبين اذا بتحبوا. أحطها في القالب اللي عندي. بنخبزها طبعا بفرن حرارته 180 درجة، معظم الكيكات عادة بنخبزوا على 180. بنخبزها على بفرن حرارته 180 لمدة ما بتاخذ وقت كتير، بدنا ننتبه يمكن 30 ل 35 دقيقة إذا فرنك مش كتير حامي، في أفران حامية مرات بتاخذ وقت أقل. نوزع الخليط مظبوط لآخر كل شيء ناخذه معانا. بنحاول بعدين نعمل كمان هاي الحركة، ننظف الكراس شوي صغيرة لأنه هذا كله طبعا إذا ما نظفناه رح يأثر على الخبيز، رح يضل معلق بالقالب. ما بندهن القالب، انتبهوا مش تحطوا مثلا زبدة أو زيت، ما بيزبط. هي هيك الكيكة قوامها بيكون اسفنجي وما بنحط لها أي شيء. طبعا احنا مجهزين لكم كيكة جاهزة تدخل زي ما قلنا على فرن حرارته 180 درجة. اللي عندنا فتحناها من النص وحطينا فيها شوية كريمة، وبدنا نكمل تزيينها هلا معاكم. فإذن رجع بالي افرجيكم قديش بتكون طرية، يعني زي الاسفنج لما بنضغط عليها بتكون سبرينجي، بترجع محلها. هلا بناخذ كمان شوية من الكريمة المخفوقة، حابة احطها هيك بالوسط
نعبي كل الفراغ اللي عندنا. ونحط شوي من الفواكه الحمرة كمان اللي مستخدمينها. كمان سكر كمان شوي. سكر ناعم. وهلأ نحط شوية فواكه بالنص. ممكن رازبريز وشوية. شكلهم حلو. في برضو عنا صوص من الفراولة اللي مطبوخة على النار زي اللي عملناه بحلقة التشيز كيك، نحط شوية صغيرة برضو يعطيها شكل حلو. أظن هيك صار تزيينها حلو، الكيكة الإسفنجية. بتمنى تجربوا الطريقة. هلا بدنا نعمل رولات سيزر الدجاج. اول شيء بدنا نحطه المايونيز، وبدنا نخلطها مع المسترد ديجون او عادي. بدنا نحط عليهم معلقه من الوسترشاير صوص، شويه ثوم، معلقه صغيره من الخل. نخلطهم منيح، وبعدين نحط عليهم شوية ملح وفلفل. هلأ طبعاً الصوص الرئيسي أو الأساسي بسيزر سالد ما بنعمل هيك، بيكون مع أنشوفيز وبيكون مع كمان يعني بيعملوه بطريقة مختلفة، بس إحنا هيك عاملينه بطريقة يعني نستلطفها أو نستصيغها عنا في بلادنا. نحط شوية فلفل. نخلطهم كتير منيح. هرجع ازيد شوية عصير ليمون، بس ما بدنا اياها تطلع حامضة زيادة عن اللزوم، فديروا بالكم انتم عم بتضيفوهم. هلا الخلطة صارت جاهزة، بنبلش نطبق بالوصفة. هون عنا خبز التورتيا، بنجيب كل قطعة وبنحط فيها شوي من الدريسنج، تقريبا هالقد، ندهنها. بعدين بنجيب الخس، يفضل يكون هيك قطع شوي كبيرة. هون عنا دجاج مشوي، كمان كيف بنعمل للسيزر سالد عادي، بتقدروا تشوي يا بالفرن يا بالمقلاي يا على الجريل، عملناه كتير بوصفاتنا. رح نحط تقريبا هالقد من الدجاج، خلينا نميلهم هيك. وهلا بدي احط جبنة البارميزان. نسكرهم من الاطراف ومنلفهم. منحاول نكبس عليهم شوي واحنا عم نلف. طبعا هدول ما بينشووا، بتاكلوا باردين. رح احطهم هلا وبعدين نقسمهم كلياتهم. نعمل كمان وحده. كمان مره اذا صوص السيزر. دائما بحاول اخلي هذا الطرف فاضي وانا عم بدهن، حتى ما يطلع من الرول وانا عم بلفه. كمان شوي من الخس. فاذا هي فكره السلطه، والتورتيه هي فكره الكروتونز اللي بيجوا فوق، اللي هم الخبز التوست هيك. هلا نحط البارميزان تشيز. ومنلفهم من الجوانب كمان مره. نكبس عليهم. هلأ صاروا كفاية، خلينا نقطعهم ونحطهم بطبق التقديم. طبعا لازم يكون معنا دايما سكينة مسننة لأي خبز بدنا نقطعه، خصوصا الساندوتشز يعني، حتى ما يفرطوا إن شاء الله معنا.
نتأكد بس إنهم ملفوفين صح، مكبوسين أهم شيء، بالماء يلدي قصهم. نكبس ونقص. كتير زاكي هاي هدول الساندوتشز لأي جماعة عنا إياها. إذا أولادكم شوي كبار بيقدروا ياخدوهم على المدارس طبعاً، إذا صغار لا لأنهم رح يوسخوا حالهم، بس الكبار رح يقدروا يتصرفوا معاهم. منلفهم بالنايلون راب ونحطهم باللونش بوكس. خلينا نعمل كمان واحدة. هيك صاروا رولات السيزر أو سيزر الدجاج جاهزين معنا. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. وهيك صاروا أكلاتنا جاهزين لليوم. عملنا شوربة كرات اللحم على الطريقة الإيطالية، سلطة الأورزو أو سلطة لسان العصفور، الفيتوتشيني بالفرن مع الفطر والدجاج، الكيك الإسفنجية ورولات دجاج السيزر. نستناكم بكرة في نفس الموعد. إلى اللقاء.